السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحاول نواصل في الموضوع المتغيرات العشوائية، واليوم إن شاء الله نشرح القيمة المتوقعة والتباين. القيمة المتوقعة والتباين، طيب ما تمسطش احنا واخد. قلنا اليوم بنحاول نشرح القيمه المتوقعه والتباين. اول حاجه، القيمه المتوقعه هي الوسط الحسابي للمتغير العشوائي اكس، نسميه اكسبكتد فاليو، اللي هو القيمه المتوقعه. القيمه المتوقعه اول حاجه نعرفها انه القيمه المتوقعه هي الوسط الحسابي. يعني في الاختبار اذا قلت لك اوجد الوسط الحسابي، او قلت لك اوجد القيمه المتوقعه، او اوجد التوقع، كل حاجه واحده. برمزها بالرمز ميو، برمزها بالرمز ميو. يعني حتى في الاختبار بقول لك كده، بقول لك اوجد القيمه المتوقعه، ولما اجي في الاجوبه بعطيك بقول لك ميو. ميو اللي هو رمز القيمه المتوقعه، هذا الرمز ميو. فهمتوا؟ هنا بين قوسين ميو. اذا القيمه المتوقعه رمزها ميو. نحسبها كيف؟ نحن في الاختبار كالعادة بنعطيك جدول بتاع توزيع احتمالي. لما نقول جدول توزيع احتمالي معناه جدول فيه عمودين، عمود اكس، عمود سين، وعمود ح سين. يعني كلنا نحن اتفقنا من المحاضرة السابقة انه التوزيع الاحتمالي هو عبارة عن علاقة بين سين وح سين، بين سين وح سين، يعني بين المتغير والقيمة الاحتمالية لهذا المتغير. هذا بيكون معطى، جدول معطى فيه عمود او صف فيه سين، والصف الثاني فيه ح سين. طيب عشان احسب القيمه المتوقعه، هذه الميو هي عباره عن مجموع عمود بسميه مج ح مج سين ضرب ح سين. يعني كانه انا عندي ايش؟ كانه انا عندي القيمه المتوقعه هي نص الحسابي، قلنا هي عباره عن اللي هي برمزها ميو، هذا هو رمزها ميو. هذا بيساوي ايش؟ بيساوي مجموع العمود اللي فيه سين، تمام، مضروب في هذا العمود، مضروب في العمود اللي فيه ح سين. نحن نعطيه عمودين في الاختبار، انت هتضيف عمود ثالث. يعني نحن نعطيك هذا عمود، نعطيك الاختبار عامل كده يا شباب، جدول توزيع احتمالي هي هذه قيمه سين، ونعطيك هنا قيمه اسمها ح سين، هنا ح سين اسمها ح سين اللي هي القيمه الاحتماليه لها، وانت تضرب سين ح سين، كل سين في ح سين المقابل لها. تكتب هنا عمود تسميه اللي هو سين ضرب ايش؟ ضرب ح سين، سين ضرب ح سين. كل واحدة فيها القيمة المقابلة لها، مجموع هذا العمود يسمى القيمة المتوقعة، سهل جدا وبسيط جدا. هذا ما يسمى بالقيمة المتوقعة. نرجع للمثال عشان تتضح الرؤية. طيب، قال لي افترض أن لدينا التوزيع الاحتمالي الآتي. التوزيع الاحتمالي أعطاني فيه سين، قيم سين سالب 2 سالب 1 0 1 2 قيم. كل حد عنده آلة حاسبة حقه يجلد الآلة الحاسبة، وفي نفس الوقت يكون عندك دفتر قلم. طيب قلنا قيم سين هي سالب 2 سالب 1 0 1 2. حاء سين القيم الموجودة في العمود الثاني اسمها حاء سين، هذا معطى، دائما هذا معطى، هذا وهذا معطى شباب، انا عامل عليه علامه، هذا معطى سين وح سين. طيب بقول لك اوجد مج ح سين، او اوجد ميو، او اوجد القيمه المتوقعه، او اوجد وسط الحسابي. انت ما عليك الا تعمل عمود جديد هنا سميه ح سين ضرب سين. يعني كل قيمه سين تضربها في القيمه الاحتماليه المقابله لها في احتمالها، كل قيمه في احتمالها مجموع هذا. طبعا لما اضرب سالب
2 ضرب 0.2 بيساوي سالب 0.4. ولما اضرب سالب 1 في سالب في 0.3 بيساوي سالب 0.3. لما اضرب 0 في 0.2 بيساوي 0. ولما اضرب 1 في 0.2 بيساوي 0.2. لما اضرب 2 في 0.1 بيساوي 0.2. مجموع هذه القيم، هذا العمود مجموع اللي هو عبارة عن سالب 3، هذا ما يسمى بالقيمة المتوقعة، يسمى بالقيمة المتوقعة. إذا نحن نرجع ثاني نقول القيمة المتوقعة هي عبارة عن حاصل ضرب العمود الأول في العمود رقم 2، العمود الأول في العمود الثاني، اللي هي سين ضرب حاء سين، سين ضرب حاء سين، مجموع هذا العمود يعطيك ما يسمى بالقيمة المتوقعة. وضحت؟ واضح يا شباب؟ مفهوم؟ واضح. نشوف على مثال ثاني. طيب أعطاني هذا المثال، قال لي الجدول التالي يمثل المتغير العشوائي تين، وهذا المتغير هو عبارة عن عدد السيارات المباعة في اليوم الواحد، وحاتين تمثل احتمال. طيب الما واضح معه، وخليك معنا في المثال الثاني. تمام؟ في المثال الثاني نشوف اللي بيحصل ايش. طيب قال لك اوجد نعيد الشرح من هذا. قال لك اوجد قيمة كاف، المجهول كاف، هذا بوجده كيف يا شباب؟ تذكروا من المحاضرة السابقة قيمة كاف اوجدها كيف؟ اوجد قيمة كاف، قيمة كاف تساوي ما بتساوي 2، هي قيمة بالبوينت، قيمة احتمالية، كم تساوي؟ بجمع القيم كلها الموجودة عندي وبنقصها من الواحد ناقص واحد، هذا بوينت، هذا بوينت 4، وهذا بوينت 3، أصبحت بوينت كم؟ 7، وهذه واحد بوينت 8، الفرق بينهم كم؟ بوينت 2. إذن هذه بتساوي كاف، أول حاجة قيمة كاف بتساوي 0.2، هذه قيمة كاف بتساوي 0.2. واضح شباب؟ واضح؟ درسناها في اللقاء السابق، كيف نحسب المفقود؟ نحسب القيم الاحتمالية الموجودة كلها ناقص الواحد، يعني حط واحد ناقص القيم الموجودة عندي، الفرق بينهم هذا حيعطيك قيمة كاف، وهذا أول حاجة في هذا الجدول، والجدول ده يا شباب لازم نعرفه، هذا الجدول لازم نعرف نتعامل معه كيف. واضح؟ لأنه في الاختبار بيجي جدول مثل هذا، في الاختبار بيكون في جدول موجود يقول لك أوجد فيه قيمة كاف، هذه قيمة كاف وجدناها كده واضحة. طيب اثنين قال أوجد قيمة حاء سين بتساوي واحد، حاء سين بتساوي واحد معناها أنا أشوف القيمة الاحتمالية المقابلة للواحد، إذا حاء سين بتساوي واحد تكون كم يا شباب؟ حاء، كلام كله بتاع المحاضرة السابقة، حاء س بتساوي واحد، حاء س بتساوي واحد، هذه بتساوي كم؟ تساوي يا شباب حاء س بتساوي واحد، الإجابة هي بوينت، القيمة الاحتمالية المقابلة للواحد كم؟ هذا هو الواحد، المقابل له كم؟ هذا هو الواحد اللي هي بوينت 3، حاء س بتساوي واحد اللي هي بوينت 3. طيب حاء س بتساوي 2، حاء س بتساوي 2، حاء س تساوي 2، كم القيمة الاحتمالية المقابلة؟ حاء س بتساوي 2 اللي هي 0.2، نعم هذه قيمة كاف اللي هي 0.2، هذه 0.2. طيب حاء س بتساوي 3، حاء س بتساوي 3، حاء س تساوي 3، هنا 3 يا شباب، كم النافذ؟ 0.1، حاء س بتساوي 0، حاء س بتساوي 0، حاء س بتساوي 0، 0.4. هذه الأسئلة لازم تركز عليها تركيز جامد، تركيز قوي جدا، يعني الجدول هذا تعرف تحسب كاف، تحسب القيم الاحتمالية لكل واحد من القيم، يعني حاء س بتساوي 0 تعرفها كيف، حاء س بتساوي 1 تعرفها كيف، حاء س بتساوي 2 تعرفها كيف، حاء س بتساوي 3 تعرفها كيف. طيب لو قلت لك حاء س بتساوي 5، حاء س بتساوي 5، حاء س بتساوي 5 لا يوجد 0، نعم. طيب اذا كده عرفنا نحسب المتغير المجهول كاف اللي هي القيمه الاحتماليه ما في، وعرفنا كيف نقدر نحسب اللي هي القيمه الاحتماليه لكل قيمه مقابلها،
واضح يا شباب؟ واضح؟ طيب بعده قال أوجد القيمة المتوقعة، أوجد القيمة المتوقعة، أوجد القيمة المتوقعة. طيب لما قال لي أوجد القيمة المتوقعة أنا قلت على طول بضيف صف جديد هنا، هذا الصف هنا اللي هي أنا عندي القيم احفظوها معي عشان أنهي حنعمل صفحة جديدة. هذا هنا عندي سين، قيم سين كانت هي عبارة عن، قيم سين كانت عبارة عن ها شباب صفر ها، يعني بعطيك في كم؟ قيم سين صفر و واحد اثنين ثلاثة، صفر واحد اثنين ثلاثة. طيب صفر وهذا واحد وهذه اثنين وهذه ثلاثة، هذه قيم سين تمام. طيب عندي قيم هنا حاء سين، هذا هنا حاء سين، عندي الصفر كان مقابل بوينت فور، هذه بوينت أربعة مقابل الصفر، وهذه المقابل للواحد كان هو بوينت الواحد مقابل له بوينت ثري، نعم الواحد مقابل بوينت ثري، هذا بوينت ثري، والاثنين هذه مقابلة كم شباب؟ الاثنين مقابل لها بوينت تو، هذه بوينت تو، وآخر حاجة آخر حاجة بوينت ون، ثلاثة مع بوينت ون، هذه اسمها القيمة الاحتمالية المقابلة، هذه مع بوينت ون. طيب إذا عندي أنا قلت عشان أوجد القيمة المتوقعة بسميها ميو، بقول ميو هذا بيساوي هو عبارة عن مجموع، هذه مج، مج معناه مجموع، مج العمود، هعمل عمود جديد يسميه سين ضرب سين ضرب حاء سين، يعني أنا هضيف عمود ثالث، أضيف عمود ثالث هذا هنا، أعمل عمود، هذا العمود هو عبارة عن إيش؟ سين ضرب حاء سين، كل قيمة في القيمة الاحتمالية المقابلة لها، كل قيمة أضربها في القيمة الاحتمالية المقابلة لها، صفر ضرب بوينت فور بيساوي صفر تمام، واحد ضرب بوينت ثري بيساوي بوينت ثري، هذا بوينت ثري تمام، وبوينت تو ضرب اثنين بيساوي بوينت فور، هذه بوينت فور، هذه بوينت فور. طيب وهذه بوينت ثري وهذه بوينت ثري، المجموع هذا العمود اعمل له مجموع سميشن، مجموع لما اجمع بوينت ثري مع بوينت فور بيساوي بوينت سبن مع بوينت ثري بيساوي واحد، بيساوي كم؟ واحد. اذا على طول اقول هذه الميو القيمة المتوقعة بيساوي واحد، بيساوي كم يا شباب؟ واحد. وهذا هو حساب القيمة المتوقعة، سهل جدا وبسيط جدا، القيمة المتوقعة تساوي واحد. واضح يا شباب؟ مفهوم؟ القيمة المتوقعة مفهوم؟ واضح يا شبابنا؟ واضح. طيب الحين نمشي لحاجة اسمها التباين، نمشي لحاجة اسمها ايش؟ التباين، نمشي لحاجة اسمها التباين. والتباين هو القانون شوية كده حنجيب فيه لازم نجمعه، نعم لازم مجموع القيم كلها، مجموع القيم كلها مع بعض حتى يساوي، هو عبارة عن ايش؟ الوسط الحسابي او القيمة المتوقعة، لازم نجمعه، نجمع العمود الثالث اللي بنعمله احنا. اما بالنسبة للتباين، التباين هو عبارة عن قانون اللي هو هذا شوية محتاج لشوية وقفة، اللي هي قانون التباين. أول حاجة بالموضوع بالرمز سيجما، سيعرفنا كيف سيجما تربيع، هذا رمز التباين اسمه التباين variance، سيجما تربيع بيساوي، شوف حسابه كيف التباين بيساوي، أول حاجة حاضيف أنا عمود رابع. طبعا لما أطلب منك التباين أنت لازم تكون حسبت أصلا الانحراف المعياري، لا سوري، لازم تكون حسبت القيمة المتوقعة ميو، يعني لو ما في قيمة متوقعة ما في تباين. في الاختبار بمجرد ما قال لك أوجد التباين أنت أول خطوة تعملها تحسب القيمة المتوقعة. واضح يا شباب؟ سامعين كلامي هذا يا شباب؟ بمجرد ما قال لك أوجد التباين على طول تفكر في القيمة المتوقعة، لأنه التباين ما في تباين من غير قيمة متوقعة. إذا التباين أول حاجة أنا أعمل عمود رابع، كان عندنا عمود ثالث، أعمل عمود رابع أسميه مجموع
س لكن ما لا مربع س تربيع، س تربيع يا شباب، س تربيع مضروبة في مضروبة فين؟ في ح س، في ح س، تمام. بعد ما اعمل هذا ناقص القيمة المتوقعة اللي حسبناها جبيت تذكروها ميو لكن ما لا تربيع، ناقص القيمة المتوقعة تربيع. عشان كده أول خطوة عمالة تحسب القيمة المتوقعة، ثم بعد القيمة المتوقعة تحسب التباين. إذا هذا هو قانون التباين، نحفظه حفظا جيدا. هو عبارة عن مجموع عمود أعمل س تربيع مضروبة في ح س ناقص القيمة المتوقعة تربيع اللي هي ميو تربيع، ناقص ميو تربيع. هذا هو قانون التباين. طيب نرجع للمثال نطبق فيه هذا القانون. أنا عندي هذا هو القيمة المتوقعة، هنا القيمة المتوقعة كان بيساوي سالب بوينت 3، سالب بوينت 3 اللي هي مجموع العمود الثالث. أنا قلت في التباين أضيف عمود رابع، أضيف عمود رابع، هذا هو العمود الرابع، هو عبارة عن س تربيع، أربع قيم س ثم أضرب فيه ح س، يعني هذه سالب 2، لما تصير تربيع تصير 4 لأنه السالب مع السالب بروح، أصبح كم؟ 4، 4 هذه 4 ضرب بوينت 2، 4 ضرب بوينت 2 بيساوي بوينت 8، هذا الناتج هو بوينت 8، بوينت 8. سالب 1 تربيع يصير 1 مضروبة في بوينت 3 يصير الناتج بوينت 3، هذا هو الناتج بوينت 3. يعني أربع القيمة ثم أضرب في حقتين، أربع ثم أضرب في القيمة الاحتمالية، الصفر طبعا حيصير صفر ما فيه كلام، وواحد تربيع حيصير هو نفس الواحد تربيع بوينت 2 هذه، لأنه أنا هضرب هربح هذا وأضرب في هذا، اثنين تصير أربعة في بوينت 1 حصير بوينت 4، تصير بوينت 4. أجمع هذه القيم، مجموع هذه القيم اللي هو كان بيساوي 1.7، هذا هو التباين؟ لا ما التباين، هذا ما التباين، ناقص القيمة المتوقعة اللي حسبناها أول حاجة اللي هي كانت عبارة عن سالب بوينت 3، كان عبارة عن سالب بوينت 3، يعني أحسب العمود الرابع وأنقص منه العمود الثالث مربع، مربع العمود الثالث. وهذا لما تعمل بالآلة الحاسبة، لو عندك آلة حاسبة شغال معانا الحين بيظهر لك بيساوي، بيظهر لك هذا بيساوي 1.61، هذه هي قيمة التباين، اسمها قيمة التباين. أهم حاجة إنك أنت تعرف القانون، القانون في التباين أول حاجة نوجد القيمة المتوقعة ثم نضيف عمود رابع، نطلع في العمود وهذا العمود الرابع، مجموع العمود الرابع ناقص القيمة المتوقعة هذه، ناقص العمود رقم 3 تربيع، ناقص العمود رقم 3 تربيع يعطيك اللي هو بيساوي 1.61، وهذا هو التباين، هذا هو التباين. طيب ما فيه معنى في المثال هذا، نروح للمثال الثاني، نروح للمثال الثاني اللي هو، ركز معي في هذا المثال، في هذا المثال نحن قلنا احسب التباين، والتباين القانون قلنا هو عبارة عن س تربيع مضروبة في مج س، هي هذه س تربيع، مج س تربيع في ح س ناقص القيمة المتوقعة تربيع. كيف جات؟ جات يا شيخنا من هنا، أنا عندي كان في المثال السابق عندي القيمة اللي حسبناها الحين كانت 1.7، 1.7 هذا تمام؟ كان كده ناقص، ناقص القيمة المتوقعة اللي حسبناها في البداية كانت بتساوي سالب بوينت 3، لكن نحن في التباين والقانون ناقص القيمة المتوقعة ماله؟ تربيع، ناقص القيمة المتوقعة تربيع، هذه مربعة تربيع تطلع بتساوي بالآلة الحاسبة 1.61، تمام؟ 1.61. طيب نشوف المثال الثاني، المثال الثاني ركز معي شوية في المثال الثاني، عندي أول حاجة قال أوجد التباين، تمام؟ لكي أوجد التباين
اول حاجه انا بعطيك دائما في الاختبار هذه بعطيك هذا فقط، يعني في الاختبار بيجيك هذا الجدول، هذا جدول هذا هذا بيكون في الاختبار معطى، هذا في الاختبار معنا شباب معطى، شايفينه كيف بيكون معطى كده يا شباب. بيقول لك اوجد التباين، قال لي اوجد التباين انا لازم اوجد الانحراف، اوجد التوقع القيمه المتوقعه ميو، ولكي اوجد القيمه المتوقعه اضرب هذا في هذا وهذا في هذا وهذا في هذا وهذا في هذا. وقبل شويه عملناه، قبل شويه عملناه كم ميو جات بتساوي كم ميو، ظهرت لنا كم بتساوي، ها شباب كم بتساوي واحد، كم ميو بتساوي واحد. اول خطوه عملها هذه، هذا ميو بتساوي واحد، حطه هنا جنبي. يلا بعد ده اجي احسب التباين، لكي احسب التباين حاضيف عمود رابع، يعني هذا العمود الاول، العمود الاول هذا هو عمود هذا س ح س، ضربنا هذا في هذا، هذا هو الناتج، وضربنا هذا في هذا، هذا هو الناتج، مجموع هذا اعطانا القيمه المتوقعه ميو. طيب التباين، لكي احسب التباين لازم اضيف عمود رابع، العمود الرابع هو عباره عن ايش؟ عباره عن مربع س مضروب في ح س، اي قيمه س اربعها ثم اضربها في ح س، اربع ثم اضرب في ح س. طيب صفر تربيع، صفر طبعا هذه زيرو، خلاص حط هنا زيرو. واحد تربيع، واحد اضربه في بوينت 3، هذه بوينت 3 تمام. اثنان تربيع تصير كم؟ اربعه ضرب بوينت 2 تصير بوينت 8. ثلاثه تربيع تصير كم؟ تسعه، تسعه ضرب بوينت 1 تصير بوينت 9. هذا العمود يا شباب في حد عنده اشكال؟ العمود رقم أربعة، هذا العمود رقم واحد معطى، رقم اثنين معطى، رقم ثلاثة نحسبه نحن، رقم أربعة نحسبه نحن، رقم أربعة مشكل حساب العمود رقم أربعة تمام. طيب الناتج، هذا الناتج ما التباين، لأنه أنا التباين، التباين عندي هو عبارة عن مجموع العمود رقم أربعة ناقص التوقع. أنا قانون التباين عندي هو شو القانون، كيف قانون التباين اللي هو بقول سيجما تربيع تباين، سيجما تربيع بيساوي مج مجموع اللي هي مج العمود اللي فيه ايش؟ اللي فيه سين ماله؟ سين تربيع مضروبة في حاء سين اللي هو العمود رقم أربعة مضروبة في حاء سين تمام؟ ناقص ايش؟ ناقص التوقع اللي هو ميو، ناقص ميو ماله؟ تربيع، ناقص التوقع تربيع. طيب العمود رقم اربعه حسبناه كان بيساوي اثنين، معناه هذا بيعني اثنين ناقص التوقع كان بيساوي كم يا شباب؟ التوقع كان بيساوي واحد، معناه اثنين ناقص واحد، لكن الواحد ماله يا شباب؟ مربع، الواحد مربع، يعني اصبحت اثنين ماينص 1 تربيع، والواحد تربيع هو واحد في النهاية يعني. إذا أصبحت هذه في النهاية التباين بيساوي كم؟ بيساوي واحد. صفة التباين هو نفسه التوقع، صفة التباين طلع بيساوي كم يا شباب؟ واحد. طيب الآن عرفنا نحسب التوقع ميو والتباين، الباقي لنا حاجة اسمها الانحراف المعياري. طبعا الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين، الناس اللي بيكتبوا معانا يكون افضل. الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين، الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين، يعني انا في الاختبار اذا طلبت منك الانحراف المعياري معناه انت تحسب التوقع عشان تحسب التباين ثم تحط القيمه في التباين تحت الجذر تعطيك الانحراف المعياري. يعني الأول حاجة تحسب التوقع ثم تحسب التباين، القيمة تحت الجذر تعطيك الانحراف المعياري، لأن تعريف الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين. واضح يا شباب؟ إذا الآن عشان نحسب الانحراف أول حاجة برمزوها بالرمز سيجما من غير سيجما من غير تربيع، كده رمزه كده سيجما لكن ما فيها تربيع يا شباب، لأنه هو الجذر التربيعي، لما أحط التربيع تحت الجذر حيروح أصبح السيجما بتساوي هذه سيجما بتساوي اللي هي جذر التباين، جذر
التباين جذر ايش؟ التباين. والتباين حسبناه قبل شوي، التباين حسبناه كان بيساوي كم؟ ها يا شباب، التباين كان بيساوي كم؟ كان بيساوي واحد. تمام، اذا لكي احسب الانحراف المعياري معناه هو جذر واحد، كم يساوي؟ برضه بالصدفه طلع بيساوي واحد، صدفه طلع بيساوي واحد. اذا اصبح عندي حساب الانحراف المعياري بيعتمد تماما على حساب التباين، والتباين بيعتمد تماما على القيمة المتوقعة، يعني الثلاثة قوانين دي كلها مع بعض. واضح يا شباب؟ هذه اسمها خصائص المتغير العشوائي، القيمة المتوقعة والتباين والانحراف المعياري. واضح؟ القيمة المتوقعة والتباين والانحراف المعياري. واضح يا شباب؟ مفهوم؟ اي سؤال؟ نشوف مثال ثاني ولا كفايه؟ يا شبابنا ناخذ مثال ثاني ولا كفايه خلاص؟ مثال؟ طيب في حد معاه بلزمه؟ بلزمة معكم ولا ما معكم؟ طيب أكتب هذا المثال، هذا المثال الثاني. أنا هعطيك هنا قيمة سين وهنا قيمة حاء سين، هنا قيمة حاء سين. نعم انا استخدم الملف المنتدى، ممكن تقدر عليه يعني. طيب س وح س، طيب هنا س كانت هي واحد، وهنا عندي اثنان ثلاثة أربعة، اثنان وهذا ثلاثة وهذا أربعة. تمام، وعندي قيم ح س، هنا عندي مع الواحد بوينت 2، هذه بوينت 2، وعندي مع بوينت 2 هذه بوينت 3، هذه بوينت 3، هذه بوينت 3، وعندي مع الثلاثة هذه كاف، وعندي مع الأربعة هذه بوينت 1، عندي مع الأربعة هذه بوينت 1. طيب المطلوب نمرة واحد أوجد كاف، أوجد قيمة كاف، ها أوجد كاف، كاف الحين نحسبه كيف؟ أوجد قيمة المجهول كاف. نعم كاف بيساوي بوينت 4، كاف بيساوي بوينت 4، بيساوي بوينت 4. تمام، اللي هي حسبناها كيف؟ جمعنا القيم الموجودة في القيم الاحتمالية كلها و طرحناها من الواحد، يعني واحد ناقص اللي هي هذه بوينت 2 وهذه بوينت 3 وهذه بوينت 1 كلها بوينت 6، واحد ناقص بوينت 6 بيساوي بوينت 4. تمام، هذه قيمة كف. طيب أوجد ح ح س بيساوي ح س بيساوي واحد، ح س بيساوي واحد، ح س بيساوي واحد اللي هي بوينت 2، القيمة الاحتمالية المقابل لواحد هي بوينت 2. نعم القيمة الاحتمالية المقابل لواحد هي بوينت 2. طيب أوجد القيمة المتوقعة ميو، أوجد القيمة المتوقعة ميو. أنا أعطيكم دقيقتين أو ثلاث دقائق، كل حد يحاول يحسب القيمة المتوقعة بالآلة الحاسبة ونشوف النتيجة. كم ميو القيمة المتوقعة، القانون طبعا هو عبارة عن مجموع، أنا قلت أضيف عمود ثالث سميه مج، مج س مجموع العمود اللي فيه س مضروب في العمود الثاني اللي هو اسمه ح س، اسمه ح س، هذا القانون. يلا اشتغل، هذا هو القانون.
يلا يا شبابنا، هذه ما تاخد نص دقيقة، ما في حتى وصل الحل. أربعة بوينت تو ولا تو بوينت فور؟ اثنين بوينت أربعة. شباب قالوا اثنين بوينت أربعة. يا ثاني، سمعنا صوت واحد حتى الآن، سمعنا صوت محمد السلمي. يلا ثاني، يلا يا شباب، سارة برضو قالت 4.2، 4.2، 2.4. يلا شباب، لا لا ما واحد، واحد ما فيه، 2.4، 2.4. طيب نعمل مع بعض، مع بعض اضرب الواحد في بوينت 2، هنا حيكون عندي بوينت 2 تمام، هذا بوينت 2، اضرب 2 في بوينت 3، هنا حيكون عندي بوينت 6، هذا بوينت 6 تمام، هنا عندي قيمة كاف بوينت 4، حضرب 3 في بوينت 4 اللي هي بتساوي 1.2، 1.2، وهنا حضرب في بوينت، حيكون عندي بوينت 4، يكون عندي بوينت 4، مجموع هذا اللي هي بوينت 4 زائد 1.2 تكون 1.6 زائد 0.6 تكون 2.2 زائد 0.2 تكون 2.4، إذا الإجابة هي 2.4، وتوصل لنا إن شاء الله مجموعة كبيرة من الشباب للحل الصحيح اللي هي 2.4. هذا بالنسبة للتوقع يا شباب، حساب التوقع أو القيمة المتوقعة. في حد عنده إشكال؟ حساب القيمة المتوقعة، يعني ما شاء الله أغلب الشباب الموجودين معي أجاوبوا على هذا السؤال، لكن لو في حد عنده أي إشكال يكون واضح، يعني ما في مشكلة إن شاء الله. عندنا باقي 10 دقائق. طيب إذا المجهول كاف بنعرف نحسبه، القيمة الاحتمالية المقابلة بنعرف نحسبها، القيمة المتوقعة بنعرف نحسبها، الباقي لنا نحسب التباين. التباين، يلا اللي عنده دفتر معاه وآلة حاسبة يعمل لنا التباين. التباين هو رمزه سيجما تربيع، رمزه سيجما تربيع. قانون التباين هو بيساوي سيجما تربيع بيساوي مجموع العمود الرابع. العمود الرابع هو ايش؟ فيه سين تربيع، ربع قيم سين، سين تربيع، ثم اضرب في العمود الثاني اللي هو حاء سين، سين تربيع مضروبه في حاء سين، هذا ناقص ايش؟ ناقص القيمه المتوقعه اللي هي ميو، لكن ما لا شباب تربيع، القيمه المتوقعه محسوبه عندي. يلا بعد ده ما علي الا اضيف عمود رابع اعمل فيه قيم سين مربعه في حاء سين، مجموع هذا العمود ناقص 2.4 تربيع بيعطيك التباين. برضه 3 دقائق نشوف الناس بتصل لحل صحيح ولا في اشكال. التباين 3 دقائق، وقانون موجود جنبك اللي هو مد مجموع عمود رابع فيه سين تربيع مضروبه في حاء سين ناقص القيمه المتوقعه تربيع. بمجرد ما قال لك اوجد التباين على طول تفكر في التوقع او القيمه المتوقعه، لازم تكون محسوبه. هذه كثرتها يا محمد كثير جدا، 15 هذه، 15 هذه كثيرة يا محمد. كده ارجع ثاني، ارجع اعمل عمود الرابع اضرب فيه اقصد ربع قيم سين ثم اضرب فيه حاتين، يا شباب نحل مع بعض. طيب لا
استنى شوية. طيب استنى استنى شوية. بعض النوع من هذا المسائل مهم جدا في الاختبارات، بيكون موجود على كثره، على طول موجود. يعني لازم يكون في جدول تحت فيه كاف، تحت فيه الرينه المتوقعه، تحت فيه التباين، تحت من الحرارة المعياري، تحت القيمه الاحتماليه. لازم، عشان كده انت لازم تعرف تتعامل مع هذه الجدول. طيب نرجع، لانه الزمن الوقت ما هيكفينا، نحاول نحل مع بعض. طيب لكي نحل مع بعض، اول حاجه انا اضيف عمود. انا هنا ما عندي مساحه، لكن اقرا معي. انت الناس عندهم اله حاسبه اشتغلوا معي، اللي هي 1 تربيع ب1 ضرب 0.2 اصبح 0.2 في مكانه 0.2. تمام تمام. في حد حتى الان في ما شاء الله اثنين توصلوا شكلهم، توصلوا شكلهم كده، انا ما عارف لا في شكلهم ولا. طيب نحل مع بعض الصف، و 2 تربيع حصير 4 ضرب 0.3 بالاله الحاسبه يا شباب. هنا 9 3 9 ضرب اللي هي 0.4، 9 ضرب 0.4 كم تصير يا ناس عندهم آلة حاسبة؟ 9 ضرب 0.4، 9 ضرب 0.4 شباب قالوا 6.6، شباب قالوا 6.6 تمام. طيب و 16 ضرب 0.1 اللي هي بتصير 1.6. طيب اجمع هذه القيم كلها مجموعه كم؟ مجموع هذه القيم الموجوده عندنا اللي هي الناس عندهم اله حاسبه، اجمع لي 1.6 اللي هي 3. الشباب قالوا 3.6، قالوا مجموع هذه القيم هو عباره عن 3.6. انا ما جمعتها لكن شغال معكم انتم. طيب ناقص التوقع كان كم؟ ما في 3 يا شباب، ما في، ما كده ما كده. مجموع قيم كان هذه كم؟ 0.2 و1.2 اصبحت 1.4 و 6 اصبحت 7.4 اصبحت اللي هي 8 اصبحت هنا 9.6 رقم 9.6. اجمع كويس تمام. الجواب النهائي، الجواب النهائي كم يا شباب؟ الجواب النهائي 9.6 ناقص اللي هي القيمة المتوقعة 2.4 تربيع، تربع القيمة المتربعة المتوقعة هذه تصبح معاك الإجابة النهائية 0.84. يلا شوف وجهك كيف 0.84 الإجابة النهائية 0.84. احسب احسب معي بالآلة الحاسبة، اللي عنده آلة حاسبة احسب معنا اللي هي 0.2 قلنا في الآلة الحاسبة. انا عشان ما لو مسحت هذه بتكون ما في حي امام ظهرك. طيب اصبح عندي هذه 1 تربيع في 0.2 بيساوي 0.2. اذا عندي اول حاجة 0.2 تمام، زي عندي 2 بيصير 4 في 0.3 بيصير 1.2، اذا زائد 1.2 زايد عندي 9 ضرب 0.4، 9 ضرب 0.4 احسب لي بالآلة الحاسبة كم تصير؟ 9 ضرب 0.4 بيصير 5، 9 ضرب 0.4 بيصير كم يا شباب؟ 3.6. طيب إذا عندي 3.6 تمام زائد 1.4. طيب زائد اخر حاجه هنا عندي اللي هي 16 ضرب هذا حيكون كم؟ 1.6. اذا زائد 1.6 بيساوي 4.4. هذا مجموع العمود الرابع
هو 4.4 4 بوينت 4 تمام ناقص ولا 6.6 يا شباب 6.6 نعم 6.6 ناقص 2 شباب قالوا 6.6 هذا العمود الاخير قالوا هو عباره عن 6.6 ماينص 2.4 تربيع كم الاجابه ناقص 2.4 اللي هي القيمه المتوقعه تربيع ناقص القيمه المتوقعه تربيع 2.4 ضرب 2.4 تربيع معناها ناقص اللي هي 6.6 بتصير كم اللي هي 0.84 هذه بالآلة الحاسبة تصير 0.84 هذا هو التباين 0.84 واضح شباب نعم ايوه بيجي 6.6 هذا 6.6 انقص منه القيمة المتوقعة حسبناها اول اللي هي 2.4 لكن مربع تصبح النتيجة النهائية هي 0.84 0.84 في حد توصل يا شباب ايوه صح من وين جبت 2.2 اللي ربحتها هذه جبناها من الوسط الحسابي التوقع حسبناه اول حاجه اول شيء حسبنا التوقع هذا القيمه المتوقعه لما هي حسبناها نحن طبعا قلنا التباين بيعتمد تماما على القيمه المتوقعه يعني لو ما في قيمه متوقعه ما في تباين تمام عشان كده اول حاجه بمجرد ما جيت تحسب التباين لازم تحسب القيمه المتوقعه والقيمه المتوقعه حسبناها كانت بتساوي كم كانت بتساوي 2.4 2.4 ربعناها ونقصناها من مجموع العمود رقم 4 ظهر هو التباين بيساوي 0.84 طيب اخر حاجه الاسعاف المعياري سيجما بيساوي سيجما بتساوي يلا شباب الاسعاف المعياري يلا شباب سيجما بتساوي الانحراف المعيار كم يساوي؟ نعم قالوا شباب يساوي 0.91 اللي هو الجذر 0.84 جذر 0.84 تحط 84.84 تحت الجذر اللي هي قالوا الشباب يساوي 0.91 طيب نقصت 2.4 لا انا نقصت اللي هي انا عندي مجموع العمود رقم 4 مجموع العمود رقم 4 كان بيساوي 6.6 ناقص القيمة المتوقعة اللي هي في العمود رقم 3 لكن مربع لكن ما قالوا يا شباب مربع تربيع الإجابة تجيب على طول هي بتساوي اللي هي 0.84 فهمت؟ تمام وهذا هو التباين وهذا هو الانحراف المعياري وبكده بنكون خلصنا خصائص القيمة المتوقعة وبسميها خصائص القيمة المتوقعة خصائص القيمة غير عشوائية اللي هي القيمة المتوقعة والتباين والانحراف المعياري وزي ما قلت لك نوع هذه الجداول انا عملت على امثله كثير جدا في الملزمه اللي ارسلتها لكم ارسلت شيك في المنتدى حاول حل كل الامثله الموجوده اي جدول لازم تعرف تحسب فيه قيمه كاف المفقوده تعرف تحسب كيف تقدر تحسب القيمه الاحتماليه المقابله لكل رقم ثم كيف تقدر تحسب التوقع واخر حاجه تحسب التباين والانحراف المعياري لانه مثل هذا الجدول يمكن يكون فيه 5 اسئله جدول واحد لو لاحظت فيه اكثر من 5-6 اسئله فما حاجه سهله يعني واضح يا شباب واضح مفهوم واضح ومفهوم الى ان نلتقي اللقاء القادم باذن الله موفقين باذن الله وان شاء الله اليوم الثلاث قدم حيكون نشتغل ان شاء الله في حاجه اسمها اللي هي التوزيعات الاحتماليه وندخل على حاجه اسمها توزيع ذو الحدين الى ان نلتقي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.